جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سالم ولد مرزوق في نيويورك الموقف الثابت لبلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لحل دائم ومقبول لدى جميع أطراف النزاع الإقليمي بشأن صحراء المغربية. وقال ولد مرزوق إن بلاده تجدد موقفها الثابت بشأن النزاع حول الصحراء من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول من طرف الجميع. وكان رئيس الدبلوماسية الموريتانية يتحدث خلال شق رفيع المستوى من أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.